كان الضعف الذي دب في الدولة الفاطمية مثار طمع الصليبيين، مما اضطر الوزراء الفاطميين إلى اللجوء إلى نور الدين محمود زنكي للاستعانة به في صد هذا الهجوم، فأرسل لهم أحد قادته وهو أسد الدين شركو، ومعه ابن أخيه قائد من فوارس الإسلام الشجعان. فارس مقدام وسلطان محارب، هو الموحد والمؤسس والمحرر، موحد أراضي المسلمين ومؤسس الدولة الأيوبية ومحرر القدس. إنه الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي في مشهد موقعة صفد. هو يوسف ابن نجم الدين أيوب، ولد في مدينة تكريت بالعراق، اشتهر بحبه للجهاد ورجاحة عقله وتشبعه بمختلف العلوم وخاصة الشرعية. جاء صلاح الدين من أرض العراق ونشأ نشأة إسلامية حربية على الفروسية، ونشأ في الكثير بين الحروب، وأيضاً أثرت هذه النشأة في شخصه. كيف تكونت هذه الصفات في شخصية القائد صلاح الدين؟ صلاح الدين الأيوبي طبعاً هو تولد في العراق في تكريت، وبينتمي إلى الأشراف الروادية من الأكراد، ودي يعني نسب كبير جداً. طبعاً صلاح الدين نشأة دينية، تعلم كافة العلوم، وكان أكثر العلوم التي برع فيها هي العلوم الشرعية، دي كان لها تأثير على فكره في الجهاد الإسلامي. ولد صلاح الدين الأيوبي بأرض العراق، فهو كردي، ونشأ على ظهور الخيل، نشأ على الفروسية وحسن الإدارة. كيف أثرت هذه الصفات في شخصيته؟ بدأ صلاح الدين منذ نعومة أظفاره حب قوي وتعلق قوي بنور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، قدوة له، حتى ان صلاح الدين الايوبي السلسله بتاعته، السند بتاعه في الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان استاذه فيها نور الدين محمود. تعلم صلاح الدين الايوبي او منذ نعومه اظفاره ايضا نشا على حب الفروسيه، وكانه ولد على صهوات الخيول كما تفضلت، وكانه ولد على ظهور الخيل، فحببت الى نفسه الفروسيه. كيف اسس صلاح الدين الدولة الأيوبية والحكم الأيوبي في مصر ووطد هذا الملك وبدأ التحرير؟ في الفترة دي كانت مصر هنا كان فيها الخلافة الفاطمية، وكان يعتبر آخر الخلفاء الفاطميين، وكانت الخلافة الفاطمية ضعفت، حتى إن الخليفة نفسه ما كانش له حاجة من الأمر، كان كل حاجة في إيد الوزير بتاعه. كان يعين الوزراء بشخصيات قوية، بشخصيات قوية، وكانت الوزراء لها طغيان على شخصية، كان هو يعتبر حاكم صوري فقط. ويتم الخليفة الفاطمي العاضد أن يعطي منصب الوزارة لأسد الدين شركو. لم تطل فترة وزارة أسد الدين شركو تقريباً 65 يوم، ولم يجد أفضل من صلاح الدين أن من يتولى صلاح الدين الأيوبي أن هو يكون يتولى الوزارة. صلاح الدين تولى الوزارة ولقب به الملك الناصر، ومن خلال هذه الوزارة دي هيئت لي أن هو لابد أن يسقط الخلافة الفاطمية بشكل تدريجي، لأن الخليفة الفاطمي العاضد كان بيحبه، يعني نفس المصطلح كده، وكان بيعتقد من خلاله أنه هيقدر يستعيد نفوذ الخلافة الفاطمية مرة أخرى. فكر صلاح الدين في خطة استراتيجية بعد الانتصار في حطين، وهي أن يسير لفتح مدن الساحل الشامي والتوجه إلى الحصون والقلاع الباقية لكي يضعف جبهة الصليبيين بضرب معاقلهم الحصينة. وطد الحكم الأيوبي وأسس الدولة الأيوبية في مصر، وبدأت عملية التحرير من حطين وتحرير القدس، ثم الوصول إلى صفد في تطهير كبير جدا لهذه الممالك من أيادي الحملات الصليبية والدولة البيزنطية. بدأ صلاح الدين الأيوبي يوطد العلاقة بتاعته بتاع مصر بقى زي ما بنقول احنا الدولة المصرية بالأقرباء وبالجيران بتوعها، حتى ان هو أجرى معاهدات حتى مع الملوك البيزنطيين نفسهم. مصر كانت في الفترة دي تعتبر خزينة، حاول من خلالها صلاح الدين الأيوبي ان هو يؤسس جيش قوي جدا، لان هو عارف هنا ان هو مش بيواجه حامية واحدة من الحاميات البيزنطية أو الدول الأوروبية، جيوش الإمبراطورية البيزنطية، وإنما هو هيواجه الجيوش كلها لأنها هتتكتل ضده. بدأ في عملية التحرير وانطلق في كافة المدن لتحريرها من الحملات الصليبية والقوى البيزنطية، بدأ بحطين بيت المقدس حتى وصلنا إلى
صفوي. صلاح الدين الأيوبي طبعا هو استقرت له الأمور في مصر بعد إسقاط الخلافة الفاطمية عام 1171 ميلاديا 567 هجريا، ومن هنا بدأت معنا الدولة الأيوبية في مصر. أحكم سيطرته على مصر بدأ أنه هو يتجه إلى بلاد الشام، وخاصة بعد وفاة سيده نور الدين محمود 1174 ميلاديا 569 هجريا. في هذا التاريخ استطاع أن يوحد الجبهة الإسلامية على الجهتين، وأصبح بمقدوره مناظرة الصليبيين، وهو ده اللي كان محتاج يوحد الجبهتين عشان يقدر ينزل الصليبيين. في الفترة ديت كان في هدن معقودة ما بين بولدوين ملك بيت المقدس وما بين ريموند الثالث أمير طرابلس، بتقضي بأن يعني ما يكونش في أي حروب بينهم. ولكن في مغامر فرنسي اللي هو أمير حسن الكرك اسمه أرناط كما تدعيه المصادر الإسلامية، قام بعمل غير إنساني بالمرة، قطع طرق الحجاج. كل هذه الأشياء أثارت مشاعر صلاح الدين، وقام بعمل آخر جعل من هذه الحادثة اللي أنا هذكرها لحضرتك دلوقتي هي الشرارة، القرار القوي بال اللي هيخلي صلاح الدين اللي هو لابد أن ينزل الصليبيين. نعم. أرناط أو رينو دي شاتيون قام ب يعني السيطرة على قافلة متجهة من القاهرة إلى دمشق، أخذ كل المسلمين فيها أسرى. حاول صلاح الدين أن يتواصل معه للإفراج عن هؤلاء الأسرى المسلمين لكنه رفض. وقعت موقعة صفد أقصى شمال الجليل، وهي إحدى مدن فلسطين القديمة التي أقام بها الصليبيون قلعة منيعة، ولعبت تلك القلعة دوراً كبيراً في الحروب الصليبية. استمر التخطيط العسكري لصلاح الدين الأيوبي في مواجهة الحملات الصليبية والقوات البيزنطية في تطهير الكثير من الممالك والمدن الشامية، ومنها موقعة صفد في رمضان. هنا صلاح الدين الأيوبي برضو كان لازم يأمن إن مفيش الدول أو الدويلات الصغيرة اللي حواليه من المسلمين ومن العرب إن هم معاه في صف، علشان يقدر هو يتفرغ لملاقاة الجيش الكبير ده. خلي بالك إن هم جم عندنا في اسكندرية، نزل الأسطول بتاعهم في اسكندرية، واجههم صلاح الدين الأيوبي وانتصر عليهم انتصار ساحق وهزيمة ساحقة لهم، ماشي. وبعد كده وصل إلى صفد اللي كانت فعلا في رمضان. مدن الساحل الشامي كانت مهمة في إيه؟ إن هي بتأتي لها تعزيزات من الغرب الأوروبي، تأمن الحدود وتمنع الإمدادات. بالضبط. ورأى صلاح الدين بفكره المستنير وتخطيط القائد، بقى ده القائد بقى هنا بيظهر دوره وتفكيره الصحيح، إن هو قبل ما يتوجه إلى بيت المقدس هو خشية أن عندما يتوجه إلى بيت المقدس تأتي التعزيزات من الساحل الشامي إلى بيت المقدس، فأراد أن يعزل أو يؤمن ظهره حتى يستطيع الدخول إلى بيت المقدس في سلام وأمان دون أي إمدادات أو تعزيزات تأتي من الغرب. صلاح الدين أيوبي كان عنده حنكة وكان عنده خبرة اللي تعلمها بقى على أسد، على إيد نور الدين محمود والحاجات دي كلها. فبدأ بالليل في جنح الليل يقسم الجيش بتاعه، وبالليل كده في جنح الليل بدأ يعمل ميمنة وبدأ يعمل ميسرة وقلب، وبدأ يطوق الجيش البيزنطي بالقوات الإسلامية. أصبح الجيش البيزنطي هو بيشوف للمسلمين هنا والمسلمين هنا هيعملوا إيه، لو راحوا كده أو راحوا كده هما لازم يتفرقوا، ولو يتفرقوا هينهزموا. هما في دي لوحدها كده يعني في التخطيط الحربي ده أوقع بهم الهزيمة قبل ما ينهزم. صفد أساساً يعني تم موقع استراتيجي قوي. موقع استراتيجي قوي، وتم الصليبيون عندما احتلوا أو تم سيطروا على صفد بنوا فيها قلعة في عام 1140. صلاح الدين نظر إلى صفد مثلها مثل باقي البلدان التي يقوم بفتحها، فاتجه إلى صفد في 15 رمضان. جاء الانتصار في صفد ليفتح الطريق أمام المزيد من الفتوحات وتطهير مدن الشمال والشام والساحل من الوجود الصليبي. فتح صفد تم في 15 رمضان، وصلاح الدين قام ب يعني نصب 5 من المناجيق، وبالفعل تم نصبها وتم السيطرة على صفد، واستسلمت في أمان عندما لم تجد التعزيزات اللازمة لكي تقاوم الفتح الإسلامي، وتم الاستسلام في 14 من شوال. بعد صفد، هي طبعا قلعة من ضمن القلاع، بعد الاستيلاء على صفد توجه صلاح الدين بعد كده إلى فتح كوكب وفتح العديد من وحسن الكرك والعديد من القلاع الأخرى. بدأت العملية الإنشائية والمعمارية، وأيضا بدأ جني الثمار لصلاح الدين الأيوبي. الأول الحكم الفاطمي كان مقره في القاهرة الفاطمية أكثر. نعم. من قصر. هو قال لا، احنا هنؤسس الحكم الايوبي للدوله الايوبيه مكان تاني خالص مختلف، فاختار المكان ده في القلعه هنا
قلعة صلاح الدين أيوبي على سفح جبل المقطم. من الدولة الأيوبية إلى تحرير القدس، لا يزال صلاح الدين الأيوبي الشخصية التي يضرب بها المثل قائداً عسكرياً ماهراً، استطاع الصمود أمام الحملات الصليبية والاحتفاظ بالممالك الإسلامية.